في اطار تغطيتنا لفعاليه ميراج المحمديه تلاقينا صدفه مع الفنان مصطفى سليماني. مصطفى سليماني اهلا بك. مرحبا بكم ومرحبا بالجمهور الكريم. سي مصطفى سليماني، شنو يمكن لك تقول لنا على هذا المهرجان ديال المحمديه؟ هو المهرجان ديال المحمديه الحمد لله جمع جميع الفنانه ديال المغرب واحسن ما كاين في المغرب، والحمد لله كيف ما كتشوفوا راه المهرجان راه ناجح 100% ونقدر نقول 200%، وكتشوفوا دايز واحد النظام الحمد لله، وتا رجال الامن وكل شيء واقف وداك الشيء دايز مزيان الحمد لله. واخا سي مصطفى، كي داير الحركه الفنيه ديال الفنانين الشعبيه في ايطاليا هاد الايامات؟ ومؤخرا ربما نقدر نقول لك بان الامور تحسنات واحد شويه مع واحد الغياب ديال سميتو ديال الاغنيه الشعبيه في الساحه. دابا ربما الناس اللي تحركوا شويه وخدموا وتعبوا، الامور كنظن راه الامور غدا بخير، كل شيء مزيان. جديد الفنان مصطفى سليماني. الحمد لله، يلا سالينا غير نهار، غير عندي يومين هذه باش سالينا واحد الالبوم جديد ان شاء الله غادي يكون في الاسواق عما قريب، ونخلي لكم الراي نتوما اللي غادي تقولوا لي كي داير، واش مزيان ولا ما مزيانش. سي مصطفى سليماني، كلمه للجمهور ديالك والمشاهدين ديال قناه شوف تيفي. الجمهور وقناه شوف تيفي، حنا كنحبوكم وكنعزوكم وكنتعبوا وكنديروا الكثير باش نساعدوكم، وكنتمنوا من ربي يسهل وتكون الامور كلشي بخير ودوز الامور كلشي بخير. تبارك الله عليك سي مصطفى سليماني، وكنتمنى لك التوفيق. وكنشكر قناه شوف تيفي والاخوان ديال ليكيباج اللي راه حاضر معنا وكيتعبوا حتى هما باش يوريو للناس الفنانه ويوريو لكلشي، وكنشكركم مره ثانيه. بارك الله فيك، شكرا لك.